بيكم النهارده معانا القط المتكلم توم. القط المتكلم توم طبعا كلنا عارفينه بنشوفه على الموبايل، لكن النهارده معانا مختلف وهو حقيقي وبيشتغل معانا بالحجاره. ثلاث بطاريات، النسخه اللي معانا النهارده بتشتغل بالبطاريات وبتردد الكلام وبتتكلم بعض الكلمات فقط. اما في متوفر نسخه اصدار اعلى بتحكي قصص وتردد الكلمات، لكن نفس الحجم، ده حجم على الطبيعة للقط المتكلم، وده الباكت بتاعه. تمام، موسيقى وقصص. تمام، نشغل مع بعض دلوقتي. تمام، بيرد، ممكن يردد معانا الكلام، بيردد الكلام. الو، بيردد الكلام. تمام، زي ما حضراتكم شايفين بيردد الكلمات وبيتكلم عن طريق ان احنا نمسكه كده وقصاد البق هنا اتجاه صوتنا بالشكل ده. اوكازيون، دي كل التفاصيل الخاصة بالقط المتكلم.